أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع في البداية أبرز العناوين الواردة في المواقع الإخبارية والصحف الصادرة لهذا اليوم. من الحرف 28 بعد الاعتداء عليهم، البحث عن مخيمات جديدة لنازح الحديدة في لحج. من العربي بوست، جون ماكين أوصى قبل وفاته بمنع ترامب من حضور جنازته. ومن أخبارنا المنوعة، ملاكم مغربي ينقذ حياة 200 راكب بطائرة فرنسية. كشفت مصادر محلية عن حشد الميليشيات الحوثية لمئات من الأطفال والمسلحين شمال محافظة حجة للدفع بهم في المواجهات المشتعلة في مديرية حيران التي حررها الجيش الوطني قبل أسبوعين، وعنون موقع الصحوانت. الميليشيا تحشد مئات الأطفال في عبس ومستبة للزج بهم في جبهات القتال شمال حجة. أضافت المصادر للصحوانت أن الميليشيات الحوثية دفعت بالمئات من عناصرها والأطفال إلى معسكرات التجنيد والاستقبال في مديريتي عبس ومستبة تمهيدا لنقلهم إلى جبهات القتال في مديرية حيران. وذكرت المصادر أن الميليشيا تحاول وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تنفيذ هجمات على مواقع الجيش الوطني والمناطق المحررة في مديرية حيران، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل. اتضح لي من إقامة الوجيز متنقلا بين القواعد العسكرية الإماراتية في اليمن أن الإمارات عكس السعودية نشرت بنية تحتية عسكرية على امتداد الجنوب اليمني. هذا ما توصلت إليه موفدة صحيفة الاندبندنت بيلترو، والتي أقامت في عدن 5 أيام وكتبت ملاحظاتها في مقال نشرته الاندبندنت وترجمه موقع درج. وأضافت عبر وكلائها المتمثلين في آلاف من الجنود اليمنيين الذين أشرفت الإمارات على تدريبهم العسكري، تسيطر الإمارات حاليا على أجواء الساحل الاستراتيجي وقواعده وموانئه في اليمن الجنوبي. فخلال إقامتي التي امتدت 5 أيام لم أشاهد جنديا سعوديا واحدا. يتهم البعض الإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب بالسلاح والتمويل لكرههم كلا من الحوثيين وتنظيم الإخوان المسلمين الذي تعتبره أبو ظبي عدوها اللدود. لكن الإمارات مصرة على إعلان رغبتها في يمن موحد. لم يعد سرا توتر العلاقة بين الإمارات والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. في يناير الماضي اشتد نزاع بين الطرفين في عدن العاصمة الحقيقية لحلف المناوئين للحوثيين، فقد اشتعلت معركة استخدمت فيها القاذفات والدبابات بين القوات الموالية لمنصور هادي والانفصاليين أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته ومولته وسلحته الإمارات. يترأس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أحد أذرع التحالف ضد الحوثيين، عيدروس الزبيدي حاكم عدن السابق الذي أسقطه الرئيس الحالي عبد رب منصور هادي. عاد الهدوء إلى عدن بعد عودة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى المدينة في يونيو الماضي بعد منعه من دخول المدينة لمدة عام. لكن المدينة المثخنة بالحرب لا تزال تشهد توترا متأججا. قابلت في مطار عدن شابا يخجل من الكاميرا يدعى خالد، أخبرني بدراسته للقانون قبل اندلاع الحرب جراء تمرد ميليشيات الحوثيين. أخبرني مرتديا زيه العسكري بأنه يقود حاليا كتيبة دربتها الإمارات لتأمين مطار عدن، مدخل اليمن ومخرجه الوحيد حاليا بعد إغلاق قوات التحالف مطار صنعاء. لكن في عشاء إماراتي هادئ يصف اليمنيون خالد وأعوانه بأنهم أعضاء مؤثرون في الحركة اليمنية الانفصالية، بينما يصفهم قليل منهم بمثيري الاضطرابات. وأن يتم اختياره لإدارة مثل هذا المطار الرئيسي لهو أمر ذو أهمية كبيرة. أولئك الذين فروا من ويلات المعارك في الحديدة يتلقون معاملة سيئة في مخيماتهم، حيث يعنون موقع المصدر أونلاين: مجهولون يهاجمون مخيما لنازح الحديدة شمال مدينة عدن ولا ضحايا. قال الموقع: هاجم مسلحون مجهولون مخيما لنازحي مدينة الحديدة غربي البلاد في منطقة الرباط شمال مدينة عدن العاصمة المؤقتة،
وقال مراسل المصدر أونلاين أن المسلحين هاجموا المخيم الذي يسكنه النازحون عند ساعات الفجر وأضرموا النيران في عدد من الخيام، ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا من النازحين. وأضاف بأن الهجوم يعد الثالث الذي يستهدف المخيم، وأشار إلى أن الهجمات على المخيم أجبرت العشرات من النازحين على مغادرته خوفا من الاعتداءات المتكررة، خصوصا أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا. وعن النازحين أيضا، قال وكيل محافظة الحديدة في الحكومة اليمنية وليد القديمي إن السلطة المحلية ستضع خطة ودراسة عاجلة لنقل مخيم الرباط لنازحي الحديدة من مديرية تبن بمحافظة لحج جنوبي البلاد إلى منطقة أخرى، وذلك إثر إضرام النار فيه من قبل مجهولين. وأضاف القديمي في تصريحات نشرها موقع الحرف 28 خلال زيارته للمخيم أنه سيتم إطلاع الجهات الرسمية ذات الصلة والمنظمات الدولية والمحلية على آلية تجنيب المخيم هذه الجرائم التي جعلته غير آمن. يضيف الموقع أن مجهولين أضرما النار في مخيم النازحين ولاذا بالفرار. وقال مكتب إعلام محافظة الحديدة في بيان إن ثلاثة خيام إيواء لأسر النازحة في المخيم احترقت، فيما لم يصب النازحون بأي أذى، حيث وصلت سيارة الإطفاء والإسعاف وأطقم عسكرية تتبع إدارة أمن لحج للبحث عن الجناة وتأمين المخيم. وسبق أن تعرض النازحون من محافظة الحديدة في مخيم الرباط لهجمة مسلحة بالرصاص الحي وقنابل يدوية قيدت ضد مجهولين. ثقافة الفرح في مواجهة غلواء التطرف، تحت هذا العنوان كتب موسى برهوم مقاله المنشور في جريدة الحياة. الذين قالوا إن مواجهة الإرهاب والغلو والتطرف تحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى لم يجانبوا الصواب، فالمشوار نحو اجتثاث مظاهر التزمت في الحياة العربية يلزمه نفس طويل معطوف على خطط واضحة مضمونة الأثر. ومع أن محاربة الإرهاب ظلت حتى هذه اللحظة موكلة إلى الجهود الأمنية والاستخباراتية، إلا أن ذلك لا يغني أن يتبلور بموازاة ذلك جهد يحفر في أعماق التزمت ويستأصل جذوته، ويقوم بعد ذلك بتأهيل المجتمع نفسيا وفكريا لتقبل الآخر واستيعاب الاختلاف وتوسيع فسحة التسامح والعمل بجد لبناء الكون وإعمار الأرض. عبر أكثر من نصف قرن تشكل وعي ديني متطرف لدى الغالبية العظمى من العرب المسلمين الذين فهموا الدين السلفي بمعناه المتطرف، وابتعدوا في مقارباتهم من الدين المعتدل الذي يحض على الوسطية وينأى عن التعصب والنزعة الاستئصالية للآخر المختلف واعتباره خارج دائرة الإنسانية. ولأن الدولة العربية ظلت تمالئ أصحاب الفكر الديني على حساب أنصار التصورات التنويرية التي تتغيأ نهضة اجتماعية في دولة مدنية، فقد احتل الفريق الأول المشهد برمته، فصال وجال وتحكم في مقادير الدولة من مناهج وسياسات كممت أفواه النساء وأقصتهن عن المشهد والمشاركة في الحياة، وأثمرت جيلا متعصبا يرى الحياة بلونين اثنين لا ثالث لهما، الأبيض والأسود، وهو ما تطور لاحقا في أدبيات الحركات المتطرفة إلى فسطتين، دار حق ودار باطل، كما كان يردد زعيم القاعدة أسامة بن لادن. في غمرة ذلك غابت الفنون وأقصيت الفلسفة، وجرى تجاهل الفكر النقدي ومناهج التحليل العلمي لمصلحة ثقافة تعليمية قائمة على البصم والحفظ والتلقين والترديد الببغاوي للمعلومات من دون فحصها والتدبر في شأنها. أفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي تواصل احتجاز شحنات المساعدات الإغاثية في عدد من نقاط التفتيش التابعة لها على الخطوط الرئيسية الرابطة بين المحافظات الخاضعة لها، خصوصا على الطرق بين صنعاء وذمار والحديدة، وعنون موقع مسند للأنباء. لتأزيم الوضع، الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية بين صنعاء وذمار والحديدة. أضافت المصادر أن القيادية في ميليشيا الحوثي عبد الوهاب شرف الدين المعين من قبلها رئيسا لما تسميه الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث أمر بوقف كل الشحنات الغذائية المقدمة من المنظمات الإغاثية واحتجازها بذريعة أنها تابعة لمنظمات محلية غير خاضعة لسلطتهم.
الجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي قتلت قبل يومين سائق ناقلة محملة بالوقود في مديرية يريم شمال إب وأحرقت الناقلة إثر رفضه دفع مبلغ الجباية الذي تفرضها الميليشيا على الناقلات. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يصعب استمرار المعادلة القائمة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن كما ذكرت العرب الجديد بالشكل الذي تسير عليه الأمور هناك، تنازع بين قوتين رئيسيتين على الأقل في المدينة هما حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات بعد عام على مغادرة آخر محافظ لها عبد العزيز المفلحي في أغسطس 2017. غادر المفلحي مدينة عدن في أغسطس 2017 بعد انتقادات حادة وجهها للتحالف والإمارات تحديدا، وبدلا من عودته إليها قدم الرجل استقالته في نوفمبر الماضي منتقدا حكومة بن دغر ومحملا إياها مسؤولية فشله في أداء مهامه كمحافظ لعدن. وقام بن دغر بتكليف أحمد سالم ربيع للقيام بأعمال المحافظ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تعيين محافظ لعدن. تتابع الصحيفة بالقول بأن حكومة بن دغر لا تستطيع إلزام الأجهزة التنفيذية بأي قرار أو حتى إقناع نقطة أمنية على مدخل المدينة بالسماح لمواطن يمني بدخول عدن. إحصائيات غير رسمية في مارس الماضي أشارت إلى حدوث أكثر من 400 عملية اغتيال بمدينة عدن منذ سيطرة التحالف عليها منتصف 2015 حتى مارس الماضي، إضافة إلى جرائم جنائية غير مسبوقة. منذ يناير الماضي أصبحت كافة القوى على الأرض في عدن تميل لصالح المجلس الانتقالي رغم أنها قوة لا تستند إلى أي شرعية دستورية بل إلى دعم الإمارات بالدرجة الأولى، لكن المسؤولية في الوقت نفسه تقع على عاتق الحكومة المعترف بها دوليا بينما يدها مغلولة عن التأثير في حياة المواطن اليومية. تختتم الصحيفة أن اللجنة الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي عقدت اجتماعها التأسيسي بعدن أخيرا بينما عجز هادي وحكومته عن عقد جلسة مماثلة للبرلمان اليمني منذ العام الماضي، وهذا مؤشر قد يعبر عن ملامح عدن للمرحلة المقبلة ما لم تطرأ تطورات مفاجئة. أبلغ السيناتور الجمهوري جون ماكين فيما كان يكافح سرطانا في الدماغ هزمه السبت 25 أغسطس كما ورد في موقع عربي بوست 2018 أنه يرفض أن يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته. لم يحاول ماكين والرئيس الأمريكي يوما التظاهر حتى بالود، ولم يكن الأمر يقتصر بينهما على تنافر شخصي بل كانت هناك خلافات جوهرية حول القيم التي يؤمن بها كل منهما، وقد تبادلا الانتقادات علنا حين ترشح ترامب للانتخابات التمهيدية الجمهورية في يونيو 2015 معلنا أن المهاجرين المكسيكيين بمعظمهم مجرمون ومغتصبون. ندد ماكين بخطابه معتبرا أنه يؤجج المجانين، فجاء رد ترامب بأن ماكين أحمق بالكاد تمكن من التخرج في مدرسة البحرية الأمريكية. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد بل هاجم طيار الحرب السابق في الشق الأبرز من حياته والذي يعتبرها يعتبر منزها عن الانتقاد مساره العسكري، حيث خاض حرب فيتنام وأصيب خلالها بجروح ووقع في الأسر 5 سنوات تعرض خلالها للتعذيب. غير أن رد ماكين عكس بشكل جلي التباين في الطباع بين الرجلين، فهو لم يطالب باعتذار شخصي بل قال عليه أن يعتذر من عائلات الذين قدموا تضحيات في النزاع والذين وقعوا في الأسر بينما كانوا يخدمون وطنهم. عالم قبلي، هوية المجموعة هي كل شيء، تحت هذا العنوان كتب أميتشو وترجمة علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد. من شبه المؤكد أن الغريزة البشرية للتماهي مع مجموعة هي شيء مقرر جينيا،
وقد أكدت الأدلة التجريبية مراراً على الكيفية التي تعبر بها عن نفسها في مرحلة مبكرة من الحياة. وفي إحدى الدراسات الحديثة، قام فريق من باحثي علم النفس بوضع مجموعة من الأطفال بأعمار بين 4 والـ6، إما في مجموعة حمراء أو أخرى زرقاء، وطلبوا منهم أن يرتدوا قميصاً باللون المطابق، ثم جعلوهم يرون صوراً معدلة بالحاسوب لأطفال آخرين. ظهر أن نصفهم يرتدون قمصاناً حمراء ونصفهم يرتدون قمصاناً زرقاء، وسألوا عن ردود أفعالهم. وحتى مع أنهم لم يكونوا يعرفون قطعاً أي شيء عن الأطفال الذين في الصور، فإن المشاركين قالوا باستمرار إنهم أحبوا الأولاد الذين بدوا من مجموعتهم الخاصة، واختاروا تخصيص المزيد من الموارد لهم افتراضياً، وعرضوا تفضيلات لا شعورية قوية تجاههم. وبالإضافة إلى ذلك، عندما قيلت لهم قصص عن الأطفال في الصور، أظهر هؤلاء الأولاد والبنات انحرافات منهجية في الذاكرة، مع ميل إلى تذكر الأفعال الإيجابية للأعضاء من داخل المجموعة والأفعال السلبية للأعضاء من خارج المجموعة، ومن دون أي معلومات اجتماعية داعمة من أي نوع. كما استنتج الباحثون، كان تصور الأطفال للأولاد الآخرين محرفاً بشكل كبير لمجرد العضوية في مجموعة اجتماعية. تؤكد الدراسات العصبية أن هوية المجموعة يمكنها حتى أن تنتج مشاعر فيزيائية بالرضا. ويبدو أن رؤية أفراد المجموعة وهم يزدهرون تنشط مراكز المكافأة في أدمغتنا، حتى لو أننا لا نتلقى أي نفع نحن أنفسنا. وتحت ظروف معينة يمكن أن تنشط مراكز المكافأة لدينا عندما نرى أعضاء في مجموعات خارجية وهم يفشلون ويعانون. وقد لاحظت مينا سيكارا، وهي عالمة نفس تدير مختبر علم الأعصاب بين المجموعات في هارفارد، أن هذا ينطبق بشكل خاص عندما تخشى إحدى المجموعات مجموعة أخرى أو تحسدها. على سبيل المثال، عندما يكون هناك تاريخ طويل من الخصومة بينهما ولا تحب إحداهما الأخرى. في أخبارنا المنوعة نطالع من موقع تلك العربي خبرا من فرنسا، حيث عنوان الموقع: ملاكم مغربي ينقذ حياة 200 راكب بطائرة فرنسية. قال الموقع: تمكن ملاكم فرنسي من أصل مغربي من إبطال محاولة اختطاف طائرة متجهة من ألمانيا إلى فرنسا، وتلقى طارق صاحب الدين تصفيقات وترحيبات من طرف طاقم طائرة كانت بصدد التعرض لمحاولة اختطاف من قبل شخص مختل عقليا حاول العبور إلى غرفة القيادة. وقع الحادث على متن طائرة عائدة من ألمانيا إلى فرنسا تقل 200 شخص، بينهم الملاكم السابق ذو الأصول المغربية طارق صاحب الدين الذي كان برفقة زوجته. قال طارق إنه قال لزوجته أنه لاحظ مشادة كلامية بين مضيفة مع أحد الركاب الذي ظهر عليه أنه مختل عقليا قبل أن يقصد مقصورة القيادة، يضيف أنه توجه إلى الشخص لمحاولة تهدئته قبل أن ينقض عليه ويثنيه عن بلوغ قمرة القيادة ليصفق الركاب فرحا بما فعله طارق. وبهذا الحدث تحول الملاكم المغربي الذي نال بطولة فرنسا مرتين مصدر فخر للركاب ولطاقم الطائرة، وكذلك للشرطة التي شكرته على جهوده وقامت بالتقاط صورة له مكان ربان الطائرة. واحتفت القنوات الفرنسية المحلية بصنيع المغربي طارق صاحب الدين الذي كتب تدوينة بعد استضافته بإحدى القنوات: كأني أحلم، إنه لأمر جيد. صحيفة لوباريزيان الفرنسية قالت أنه في ألمانيا تم إبطال مفعول قنبلة منذ الحرب العالمية الثانية، و 18,500 شخص تم إجلاؤهم. فأحيانا ما تعود ذكرى الحرب العالمية الثانية للظهور خارج الكتب والشهادات التاريخية. فخلال أعمال البناء هذا الأسبوع في لودفيغسهافن غرب البلاد على بعد 70 كيلومترا من الحدود الفرنسية، قام العمال باكتشاف غير عادي: قنبلة تزن 500 كيلوغرام. تعتبر هذه القنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية، وربما تم إسقاطها من قبل القوات الأمريكية. وكإجراء أمني أمرت سلطات المدينة السكان الذين يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 1000 متر حول الموقع بمغادرة منازلهم في الساعة 8 صباحا للمضي قدما في عملية إبطال مفعول القنبلة.
وقد تم الترحيب بنهاية العملية التي أعلن عنها بحسب الرواية الرسمية لبلدية لودفيكسهافن. بالتالي أخبار سارة، تم تفكيك القنبلة، يمكن للمقيمين العودة إلى ديارهم. بعد أكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب ضد ألمانيا النازية، ما زالت خدمة إزالة الألغام تقوم بعملها بشكل منتظم بإبطال مفعول القنابل والقذائف منذ ذلك الوقت، وقد يحدث ذلك عبر اكتشافها في مواقع البناء أو في الغابات والحقول وحتى الحدائق أحيانا. بتناقضات الصور والمشاعر المتواجدة فيها، اختارت صحيفة ديلي تيليغراف صورها ونحن ننشرها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعه في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.